السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام. مثل ما شاهدنا وتابعنا وشهدنا أيضا في زيارة الأربعينية تعددت أنواع الخدمات، وكما معروف عند عامة الناس أن وزارة الداخلية ومثيلاتها تكون أمنية ومهامة تنفيذ عمليات ضد الإرهاب، ليس هذا فقط لكن ما قامت به وزارة الداخلية في هاي الزيارة طبعا بالتنسيق مع الجهات المعنية هو عمل جدا صعب السيطرة عليه بين هاي الحشود الكبيرة، واخذت دورها الفاعل والمؤثر بمحاربة الشائعات اللي هدفها زرع الرعب والخوف بين الزائرين، فتنشر الأخبار الكاذبة كأن يكون اختلاق حادثة تفجير أو مكان خطر أو غيرها. هنا اجى دور وزارة الداخلية محاربة وضع خطط وخطوات يتم تنفيذها من أجل سلامة الزائرين، وهذا ما كان واضح بإتمام الزيارة دون خروقات أمنية أو بث الشائعات بين الوافدين. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة، مع المتغيرات الأخيرة اللي حركت الساكن في العملية السياسية وأذنت لساعة صفر أخرى من مبادرات غير تقليدية يترجى منها أن تصل للحلول الوسطية، فكل المغذيات الصادرة من الحراك المحموم تدفع بفكرة أن الانفراج قريبة، خاصة مع اقتراب خيوط التفاهمات بين القوى الرئيسة داخل البيوتات السياسية للاتفاق على مخرج هادئ ينهي حالة الاحتقان وتعطيل الاستحقاقات ويشيع مساحة الاتفاق للذهاب نحو خيارات تبعد فرضيات غير محببة. مشاهدي الأحبة تفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا اللي في هاي المواضيع اللي راح نناقشها معيتكم ويضيوفنا الكرام. من جديد حياكم الله. الانتشار الأمن الكبير لوزارة الداخلية بلغ ما يقارب 30 مفرزة على مداخل وسور مدينة كربلاء وبالتعاون مع الجهات المختصة، وكذلك بذلت الجهد بالعمليات الاستباقية لمعرفة خلو الطريق من العصابات الإرهابية أو التفجيرات وكل ما يهدد الزوار، لذلك انتشار مفارز وزارة الداخلية كان في خدمة الزائرين، كذلك النقاط الموجودة ترشدهم في حال تم اكتشاف شيء مريب أو شاع بين الزائرين. بالنتيجة التعاون بين الوزارة والجهات المعنية والذوات والمواكب الحسينية ومنظمات المجتمع المدني كان من أجل تمرير المناسبة على أتم وجه وأمان. مشاهدين نفتح وياكم هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. تعددت الخدمات والقصد واحد، وهو تأمين وتهيئة زيارة الأربعين بأفضل ما يكون ويستوعب هذه الحشود المليونية، فكانت لوزارة الداخلية الحظوة والأثر بالمساهمة في هذه الخدمات، فبالإضافة إلى تأمين الطرق والمساهمة بالعمليات الاستباقية التي نفذتها القوات الأمنية والحشد الشعبي، كان لها أثر تفردت به وهو محاربة الشائعات التي يصعب السيطرة عليها بين الحشود المليونية تلك. فقسم محاربة الشائعات بوزارة الداخلية عمل على وضع الخطط التوعوية التي يتم من خلالها مواجهة الشائعات التي تحدث بين صفوف الزائرين ودعوتهم إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والتصديق بها. فبالتنسيق العالي مع الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن، عملت الوزارة على استراتيجيات التوعية والتثقيف بكيفية الاستسقاء من مصادر الأخبار الحقيقية لتفوت الفرصة على المتربصين بإخلال أمن الزيارة وإرعاب السائرين. فقد كانت التوجيهات تختص بالانتشار الكبير لمفارز القسم بالتعاون مع المنظمات الحكومية والمجتمع المدني والمتطوعين لتقديم الدورات لهم بهذا الشأن ووضع الخطط الاستباقية التي تم اعتمادها في الزيارات السابقة لمواجهة ما يصدر من المتصيدين بأمن الزيارة واستقرارها، وكذلك توزيع المنشورات التوعوية واللقاءات مع أصحاب المواكب من أجل أداء المهمة على أكمل وجه. تشكل المفارز المختصة في قيادة الشرطة تخطت حاجز 30 مفرزة منتشرة بالقرب من خط سير الزائرين داخل مدينة كربلاء وعلى جميع المحاور، لتوجيه الزائرين في كيفية اللجوء إلى نقاط القوات الأمنية في حال سماع أي خبر يثير الشك والرعب في نفوسهم. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريم العميد نبراس محمد علي، مسؤول قسم متابعة الشائعات في وزارة الداخلية. حياك الله سيادة العميد. حياك الله، مساء الخير عليك وعلى كل الأخوة المشاهدين الكرام. مبارك لكم هاي الجهود الخيرة والرائعة اللي أسهمت إسهام فاعل في إنجاح الزيارة الأربعينية. بالحقيقة انتهت الزيارة لكن الدروس لم تنتهي. ارتئينا في قناة الأيام وفي غرفة الحصاد بأن نتابع عوامل النجاح حتى نعززها ونستثمرها في السنوات المقبلة إن شاء الله. لما مرت بسلام، وغالبا ما كنا في الأعوام الماضية نعاني من قضية الشائعات، يقولون راح يصير فلان شيء، تخويف للزائرين. بالتالي الحمد لله مرت بسلام. يعني وصلنا أحد الضيوف استضافيتهم في هذا المكان قال أنه مشاجرة ما سجل مركز شرطة مشاجرة بين 2 زائرين وسط 21 مليون، هذه تحسب. أيضا الشائعات لما ما صارت هذه تحسب لكل الجهود. شلون قدرتوا توظفون كل هذه الإمكانات لمحاربة الشائعات سادة؟ نعم. شكرا جزيلا على جنابك على تسليط الضوء على موضوع جدا مهم. حاليا مثل ما تعرف جنابك أنه الإشاعة هي سلاح خطير جدا، ومن أخطر أسلحة الحرب النفسية، تعتمد عليه كافة الدول نقدر نقول، إضافة وخاصة بهذا الوقت التطور التكنولوجيا أو ما شابه ذلك. هنالك نشأة الحروب الباردة، تسمى الحروب الباردة. هذا النوع من الإشاعة وهو أحد الحرب النفسية أدت إلى تفكيك عدة من الشعوب والدول، وأيضا بث الرعب والزعزعة، وأيضا نقدر نقول إشاعة الأخبار الكاذبة يعطي للناس أو الرأي العام أنه اتخاذ قرار خاطئ بنقول وقت حرج جدا. عملنا إحنا كوزارة الداخلية حسب توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم وبإشراف مباشر من قبل اللواء الدكتور سعد معن المحترم على الاهتمام بهذا الجانب، وأيضا تكثيف الجهود على مدى 24 ساعة لغرض أنه القيام بواجبنا على أكمل وجه. مثل ما تعرف جنابك الإشاعة وهو خبر كاذب يتم تداوله بقصد أو بغير قصد. طيب. نأتي إلى جنبة القصد، أنه هنالك أجندات خارجية تسعى إلى إثارة البلبلة وعدم الاستقرار داخل البلد. وبغير قصد هو احنا نسميها بالمفهوم الدارج وبالعالم السبراني هو الكوبي بيست، أنه يتم تناقل المعلومات دون التأكد من المصدر، ومجرد أنه هواية أو لإظهار انه الشخص الناشر انه مثقف او ما شابه ذلك. اذا كان عندكم اداره توقع لهذا الملف، يعني نعم. من الشائعات اللي حدثت بالاعوام الماضيه درستوها حللتوها ولربما توقعتوا كيف ستكون في هذه السنه ومن ثم سيطرت عليها. استاذ احمد، احنا كعمل وزاره الداخليه بشكل عام بكافه مفاصله وخصوصا اداره العلاقات والاعلام، دائما احنا ما نستفاد من السنين السابقه من الخطط الامنيه وما أشر من ملاحظات أو نقدر نقول خروقات ولو كانت طفيفة. بالسنة اللي تليها نقوم بإعداد خطة يعني موضوعة لغرض أنه تلافي مثل هكذا أخطاء. إحنا مثل ما تقول أن كشعب العراقي وأن يعني ذكرى مؤلمة وخصوصا بشائعات وهي جسر الأئمة اللي راح ضحيتها يعني شبابنا ومن خلال إطلاق خبر كاذب. عملنا هذه السنين التالية على محورين، محور هو الإذكاء المجتمعي وأيضا بخلق جيل نقدر نقول قادر ومثقف سبرانيا وأيضا مثقف اجتماعيا قادر على امتصاص السموم التي ترافق مثل هكذا زيارات. هنالك نوع خاص من الإشاعة وتسمى الإشاعات الغاطسة، دائما ما ترافق هي هذا النوع يرافق الحدث كل ما أتى وقته في السنة تظهر مثل هكذا إشاعات تسمى الإشاعات الغاطسة. في عمليات استباقية قمنا بعمل خطة محكمة لعمليات استباقية من خلال أنه التنسيق، بما أنه المسؤولية التشاركية هنالك تنسيق مع منظمات المجتمع المدني وأيضا الفرق التطوعية لغرض التوضيح لهم بالالتقاء معهم بشكل مباشر لغرض أنه يعملون كأصدقاء لمحاربة الشائعات، يعملون تحت فريق عمل متكامل من المواطنين ومن رجال الشرطة ومن قسم محاربة الشائعات حتى تكون هنالك أيضا أكثر انتشارا ونغطي السير الزوار، بما أنه تعرف جنابك
والأخوة المشاهدون إنه هذه السنة يعني 21 مليون عدد هائل جداً. جداً هائل وأرض خصبة لإرتشال نعم الشائعات، ولكن نعم عفواً سالم، لما أشركتوا منظمات المجتمع المدني هنا شلون شفتوا كفاءتهم وأدائهم؟ يعني هل كانت هناك اختبارات قبلية، اختبارات بعدية بعد التدريب؟ عملية التدريب شلون كانت لما كانت في هذه المستوى اللي بصراحة أنه ما طلع الشائعة واحدة ما شفناها ولا رصدناها، بل حتى أنه لو كانت هنالك نسبة ضئيلة جدا رأسا ينزل أنه المضلل والصحيح. إحنا هذا يقودنا لموضوع ثاني، موضوع جدا مهم. دائما شاب وشاب العراقية للأمانة يعني شاب متفتح ومحب لوطنه ويعطي أكثر من ما تتوقع، ولكن ما نشهده من الاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي وما ينتج عن المحتوى السلبي غير للعالم وغير للداخل الصورة النمطية المشوهة للشاب العراقي. وجدنا شباب عندما التقينا وياهم شباب يعطي وشباب ناصع يعني الفكر فكريا وأيضا جسديا يعطي أكثر من ما توقعناه، يعني يشتغل على مجانا وعلى مدى 24 ساعة، وشفنا به أنه الاندفاع وشفنا بأنه الإصرار على خدمة الزوار من هذا المنطلق محاربة الشائعة. لقينا يعني دائما من دكاترة من مختلف الوظائف كانوا حاضرين وعلى مستوى جدا كبير. فهو هذا الشاب العراقي يعني، بس مع الأسف أنه قلت لك الصورة النمطية مشوهة من وراء المحتوى السلبي، بس لو تجي حقيقة الشاب العراقي والفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني يقوم أنه يعطي كل ما يستطيع في سبيل إثبات نفسه أنه هو موجود. وجدنا من عندهم دائما سرعة أخذ المعلومة وسرعة المعالجة وسرعة إخبارنا بهذا المعلومة تم تحليلها، وأيضا هنالك جهود متواصلة على مدى 24 ساعة. يعني بالأربعة الصبح تجينا معلومات من الفرق التطوعية، عملوا كخلية نحل. يعني فمن كلامك سأنا براس أنه يعني الجانب العقائدي وقدسية هذه الزيارة وحرص الناس على إنجاح هذه الزيارة كان إلى الدور المهم في هذه الأثناء. خلينا أرحب بالسيد علي البديري مسؤول قسم الإعلام في العتبة العباسية المقدسة، حياك الله أستاذ علي. نتحدث عن الشائعات مع ضيفي الكريم العميد نبراس محمد علي، وأيضا نتحدث مع حضرتك عن رصدكم للشائعات وكيفية السيطرة عليها وعدم انتشارها بين الزائرين. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والعافية، عظم الله لنا ولكم الأجر وأحسن لكم العزاء، ودام الله علينا وعليكم توب الخدمة لأهل البيت عليهم السلام، وأمنياتنا لكل أصحاب المواكب ومن شارك في هذه الخدمة المباركة بقبول الأعمال إن شاء الله. طيب أسألك أستاذ علي، عن هل كانت هنالك محاولات لبث الشائعات وتمت السيطرة عليها؟ نعم بالتأكيد، يعني تعرف زميلي العزيز أن مفهوم الحسيني والثورة الحسينية هي واحدة من أهم الحصون الثقافية للمسلمين والعراقيين في هذا الزمن. الإمام الحسين والزيارة الأربعينية واحدة من أهم المراحل التي يستقي منها المسلم المفاهيم الكربلائية التي تعينه في هذه الدنيا وفي الآخرة، وما قضية داعش عنا ببعيد حينما استجابت المواكب الحسينية إلى دعم وإدامة زخم المعارك، والشباب الحسيني هو الذي تفدى إلى كل هذه المحاولات من داعش وغيرها. لذلك الأعداء دائما ما يحاولون أن ينالون من هذه الشعيرة المباركة بمحاولات عديدة، قسم منها يكون من داخل العراق وقسم منها من خارج العراق. تجد أن كل أعداء العراق يحاولون أن لا يظهرون هذه الصورة الناصعة للشعب العراقي، هذه الصورة من التلاحم والكرم، وهذه الصورة التي تعبر عن شعب كريم أبي يأبى الضيم ويناصر المظلومين ويرحب ويكرم الضيوف. طيب. وبالتالي هنالك الكثير من المحاولات التي تجري سواء كانت على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الواقع. الحقيقة نحن في قسم الإعلام كنا عضو في لجنة التنسيق الإعلامي التي كانت هذه اللجنة هي لجنة مهمة تم تشكيلها قبيل شهر محرم بعضوية هيئة الإعلام والاتصالات
وقسم الإعلام والاتصال الحكومي ونقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء وإعلام العتبة الحسينية وإعلام قيادة العمليات وإعلام الشرطة وإعلام الأمن الوطني. فلذلك كانت هنالك جهود. لما تكون كل هذه الجهود الجهات المعنية والمختصة وبالإضافة إلى ثنائية الأمن والزيارة، يعني لما نتحدث عن 30 مفرزة أمنية انتشرت على مداخل كربلاء فقط، ونتحدث عن الزخم العددي الكبير قرب العتبتين المقدستين، بالتالي من المتوقع والطبيعي أن تصدر هنالك بعض الشائعات حتى لو كانت بشكل عفوي، ولكن حسب رصدنا الإعلامي ما لاحظنا أنه أي شائعة تم انتشارها. فشلون رتبتوا هذا الجهد مع الجهات المختصة ولا سيما مع الجهات الأمنية؟ نعم بالتأكيد هنالك مفارز كانت تنتشر في بين الناس، وهنالك جهود كبيرة بذلت، يعني لابد أن تحدث بعض المحاولات لإطلاق شائعات وإخافة الناس إخافة الزائرين، لكن التعامل الميداني كان إلى أثر كبير. نعم. إضافة إلى انتشار فرق كبيرة من المتطوعين وباتصال مباشر مع الجهات الإعلامية، إضافة إلى أن هناك قضية مهمة وهي تعاون الملاحات الإعلامية التي غطت هذا الحدث، كان لها الدور الكبير. هناك تنسيق عالي بين هذه المؤسسات. نعم. الإعلامية وبين الخلية وبين إعلام العتبات المقدسة للسيطرة على أي إشكال ممكن أن يصير في نفس اللحظة، حتى أن بعض الشباب يعني كانوا من خلال هواتفهم الشخصية في حال وجود أي إشاعة. نعم. ممكن أن يطلع يبث لايف من المكان حتى يقدر يهدئ الوضع، إضافة إلى الكثير من الإجراءات اللي كانت توصلنا من الشباب المتطوعين والمنتسبين لمختلف القنوات الفضائية للسيطرة على هذا الأمر. حقيقة اليوم إحنا وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. تلاعب كثيرا بمقدرات الفكرية للواقع العراقي. للأسف وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن يعني لم تصبح كما كانت سابقا هي. طيب. عالم افتراضي، وإنما هذا العالم الافتراضي بدأ يؤثر كثيرا على الواقع الحقيقي الذي نعيشه اليوم. لذلك الكثير من الصفحات. نعم. الممولة وبعض الإعلاميين للأسف يعني من فقدوا بوصلتهم حاولوا أكثر من مرة لتشتيت يعني تركيز الناس على الزيارة وتركيز على بعض الجزئيات، وحقيقة نقابة الصحفيين في كربلاء كان لها دور مشرف وكبير. الأستاذ حسين الشمري كان دوره كبير في التصدي لبعض المحاولات لبعض الإعلاميين الذين حاول أن يثير بعض اللغط حول بعض القضايا الصغيرة في كربلاء يعني للتشتيت على هذه الزيارة. هذه المواقع مواقع التواصل أستاذ علي أيضا أثارت بعض الأمور التي هي ليست بالجديدة، قضية الرادود باسم الكربلائي وغيرها بدأت تخرج من الأرشيف ومن ثم تحاول أن تضع هذه الفوارق الاجتماعية وتحدث البلبلة. كيف تم التعامل مع هكذا ملفات؟ حقيقة هذا الأمر يعني يحتاج إلى جهد حكومي كبير، وهنالك يعني حقيقة تنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهيئة الإعلام والاتصالات للتعامل مع هذه الصفحات الممولة. حقيقة بعضها يفتح لعدة أيام فقط، يعني بعض الصفحات هي معروفة التوجه ومعروفة جهة التمويل، إلا أنه الخطورة تكمن في بعض الصفحات التي تفتح حديثا وتمول بآلاف الدولارات، ثم تنتج بعض الأخبار التي تشتت على الناس وتحاول أن تعكر صفو الزيارة. طبعا هنالك بعض الإعلاميين الذين حاولوا للأسف الذين يعتاشون على الفوضى وإثارة النعرات الطائفية أو القومية أو الطبقية بين طبقات المجتمع، هؤلاء الذين لا يبرزون إلا في وقت الأزمات لأنهم حقيقة يكونوا مغمورين في الوضع الطبيعي، حاولوا إثارة بعض الفتن، حاولوا إثارة بعض المشاكل في داخل كربلاء، إلا أن نقابة الصحفيين. نعم أستاذ علي. المشهورة كان لها دور كبير في هذا الشأن بالسيطرة عليه. نعم. وكانت هناك رسالة صوتية من الأستاذ حسين الشمري حقيقة
تنم عن موقف وطني كبير. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي البديري مسؤول قسم الإعلام في العتبة العباسية المقدسة، انضممت معي عبر الهاتف ومباشرة حضرتك أستاذ نبراس. سيادة العميد أسأل حضرتك عن ما أشار إليه الأخ البديري بأنه الميديا والسوشيال ميديا وظفت بجهود خيرة للقضاء ومحاربة الشائعات. نعم. بالتالي أنه نشوف النقل المباشر للإعلاميين وانتشار أجهزة النقل المباشر على طول مسير الزائرين ومن جهة، ومن جهة أخرى أشار أيضا إلى الشباب الذين لديهم هذا الحس الأمني والحس مكافحة الشائعات، أي شائعة تنتشر ينقل بث مباشر بأن هذه المنطقة اللي صار بها تسليط الضوء على بعض البلبلة أنه آمنة ومستقرة. هنا شلون قدرنا نوصل إلى استخدام الإعلام ويوظف بالشكل الصحيح سواء الإعلام السوشيال ميديا أو الميديا، بالتالي حتى استطعنا أن نحقق هكذا نجاحات؟ نعم أستاذ أحمد، مثل ما تعرف أنه ساعد السوشيال ميديا وأيضا العالم السبراني ومواقع التواصل الاجتماعي على الانتشار السريع للشائعات، وأصبحت تنتشر كالنار في النشيم. هنا تبدي العملية أنه كيفية توظيف الجهود للاستفادة من هذه المواقع لمحاربة هذه السموم. احنا يعني عفوا احدى الطرق اللي وضحناها للأخوة الشباب انه كيفية المعالجة الفورية خلال ندوات، خلال ورش تدريب. نعم، ورش تدريب وايضا ندوات والاصدقاء، وايضا هنالك بعض الجروبات اسست من قبل بالتعاون ايضا مع اعلام المحافظة محافظة كربلاء واعلام العتبات، هنالك جروبات خاصة انه وظفت لكيفية التدريب، وايضا هنالك اللقاءات المباشره او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ايضا كيفيه المعالجه الفوريه، من ضمنها انه بث الفيديو. احنا عندنا طريقه يسمى الضد، انه هنالك انتشار او شائعه بمكان معين، نطلع من نفس هذا المكان ننشر بث مباشر مع التوقيت والساعه وايضا في التاريخ حتى يكون اكثر مصداقيا بوأد الشائعه الفوريه. وهنالك ايضا يكون عن طريق الاتصال من قبلنا باعتبارنا احنا راس الهرم في مكافحه محاربه الشائعات بالاتصال، خاصه عند وجود اي خبر باتصال بالجهه ذات العلاقه اللي انتشرت الاشاعه واعطاء التصريح المباشر، لان دائما الاشاعه استاذ احمد تقوم على عنصرين، عنصر الاهميه والغموض. نعم. الاهميه موجوده متحققه، زيارة مليونية. لانه زياره مليونيه وموجوده انه اهتمام الناس بهذه الزياره، ولكن نعمل على كسر عامل الغموض، كلما كان هنالك غموض وتأخير بالمعلومة تنتشر الإشاعة بشكل كبير. نعمل على عامل السرعة، عامل جدا مهم، وإن كان في وقت متأخر نعمل على بث الأخبار الصحيحة لغرض القضاء على هذه السموم ووأد الشائعة وقطع الطريق أيضا أمام المتربصين، وخصوصا يتم النشر الإشاعات في أوقات متأخرة لإيهامهم المغرضين بأن هنالك فترة ثبات أو ما شابه ذلك. لم تكن هناك أي فترة ثبات، عمل الفرق التطوعية والأجهزة الأمنية وقسم محاربة الشائعة على مدى 24 ساعة ومتابعة ميدانية أيضا من قبل السيد معالي وزير الداخلية المحترم وأيضا اللواء دكتور سعد معن المحترم. هنالك أيضا نرى عملية إذكاء مجتمعي على مستوى جيد جدا. هذا اللي أرد أسألك عليه أستاذ نبراس، لما نتحدث عن سميت رأس الهرم في مكافحة الشائعات وزارة الداخلية حسب اختصاص هذه الجهة والجهات الرسمية وغير الرسمية المتعاونة بها، بقت عندنا العين الثالثة هو الجمهور. استخدامكم للجانب التوعوي والتثقيفي ويعني المواطن قمنا نحس أنه صار عنده حس أمني، عدم تصديق للشائعات، لربما أيضا يعرف لمن يلتجئ عندما يرصد شائعة ولا يعرف التعامل معها، لمن يسأل ويتأكد من هذه المعلومة. شلون قدرتوا انه هذا الجانب الوقائي تحققوه؟ دائما استاذ احمد احترافيه رجل الشرطه بايصال المعلومه وبتسهيل الاجراءات للمواطن لغرض التقرب وايضا لغرض الابلاغ في كل مفاصل وزاره الداخليه، سواء كان على الجرائم نقدر نقول مكافحه الاجرام، خطوط ساخنه، الالتقاء المباشر، تكثيف الظهور الإعلامي لغرض التعريف وزيادة الوعي الثقافي، من ضمنه أن كقسم محاربة الشائعة كقسم دائرة موجودة في وزارة الداخلية هنالك أيضا عمليات لقاء مباشر، وعندنا رصد يومي مباشر، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي خطوطنا الساخنة أيضا موجودة
متقربة، أيضا الاستهداف للمواطنين وخصوصا الجانب المثقف وكل الطبقات سواء كان الطلاب أو في استغلال مثل هكذا التجمعات، أيضا بمساعدة قادة الرأي اللي موجودين سواء كان من الأخوة رجال الدين أو السادة شيوخ العشائر أو المؤثرين المثقفين، دائما ما يكون هنالك قادة رأي نوصل لهم الفكرة وايضا يكونون مساعدين. ان ايضا لا ننسى دور الاعلام، دوركم دور جدا مهم، اخواننا في القنوات ومن ضمنها قناه الايام وايضا في الوكالات كانوا اليد العين الثالثه فعلا لرجل الشرطه، هنالك كانت يعني جهود متضافره وخليه نحل واحده لغرض ايصال المعلومه وايصال الحقيقه، كل هذه الجهود وظفت للمواطن بشكل ذكي وبشكل صريح ومباشر لغرض أنه أصبح هو محارب للشائعة. كتشكيل متخصص بمكافحة ومحاربة الشائعات في وزارة الداخلية أستاذ مراس، هذه التجربة الناجحة شلون نعكسها على مناسبات أخرى؟ يعني العراق مو فقط هذه الزيارة، وإن كانت هي أكبر تجمع بشري التحدي الأكبر فيها، ولكن أيضا إحنا نمر بمنعطفات ربما خطيرة جدا تكون أرض خصبة للشائعات، شلون ممكن نوظف هذه النجاحات في ما يتوقع حدوثه في مقابل؟ دائما كقسم محاربة الشائعات عندنا خطة قصيرة الأمد وطويلة الأمد، خطة شهرية وخطة يومية وشهرية ونصف سنوي وسنوي، دائما ما نعمل وفق خطة ممنهجة مدروسة بشكل محترف، دائما مثل ما تفضل جنابك أنه نسوي عمليات استباقية لأي حدث، دائما احنا جاهزين، وايضا ابطال قسم محاربه الشائعات مدربين تدريب يعني مكثف وتدريب اعلى على اعلى المستويات للتعامل مع الاحداث المتغيره سواء كان انه زياره عقائديه او مناسبه. كان لنا الاثر الكبير وايضا مساعده الجيش الابيض في جائحه كورونا، خليه نحل من وزاره الداخليه ووزاره الصحه وايضا نقابه الصحفيين والاخوه، هناك جولات ميدانية وهناك تكثيف وجهود أنه لقضاء على الشائعات، كان أيضا مع وزارة التربية وخصوصا مع بدء العام الدراسي لحد الآن ما يبدأ ولحد الآن بدأت الإشاعات تسير، وبالتعاون والمكتب الإعلامي لوزارة التربية مشكورا، والسيد أيضا وزير التربية بالتعامل معه حتى نفند لحد الآن الشائعات، وبعد العام الدراسي ما بادي هناك عمليات استباقية لوزارة العمل لكافة الوزارات، الاتصال استاذ احمد وايضا المثابره هو خير دليل انه على القضاء على هذه الافه الخطيره. جهود موفقه ان شاء الله دائما. السيد العميد مراس محمد علي مسؤول قسم مكافحه الشائعات في وزاره الداخليه، شكرا جزيلا لحضورك معنا، ونتواصل معكم مشاهدي الاحبه بعد الفاصل نتابع. من جديد حياكم الله. تشير المعطيات اللي تغذي فرضيات ان لقاء مرتقبا راح يجمع القوى السياسيه الفاعله في الحنانه مع السيد الصدر، فهذه الحراك أو الحركات المتعددة المستمرة اللي تأتي مع نسق تأكيد الإطار بالثبات على مرشحه من شأنها رسم خارطة المرحلة المقبلة والتعجيل أيضا في حسم المتبقي من الرئاسات. نفتح وياكم مشاهدين أحبة هذا الملف، لكن بعد أن نطلع على تقرير مراسلنا علي حبيب. المبادرة السياسية الجديدة التي اشتركت في إعدادها القوى السنية والكردية فضلا عن الإطار الشيعي لتسريع الحراك الممهد لزيارة الحنانة ولقاء السيد الصدر، فهذه المبادرة النوعية في الطرح ستبحث ملف تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات والإعداد لانتخابات مبكرة وإقناع التيار بالعودة لغرف الحوار. فالطيف السياسي مجتمعا وصل إلى قناعة نهائية بأن نافذة التفاهمات هي السبيل الوحيد لخرق جدار الأزمة السياسية وإنهاء فصل العزلة بين الأقطاب الرئيسة، شريطة أن يكون الحوار مستقطبا لجميع التوجهات المتفقة والمتباينة في المسار، ولا تفرض أي ورقة مختلف عليها من طرف معين. ولهذا تترقب الأوساط عن كثب مخرجات القمة الرباعية المحلية في الحنانة التي لم يحدد موعدها بعد، وممكنات قدرتها لزرع الحوار في منتصف دائرة الأزمة المستعصية وإنهاء التقاطعات وطي صفحة الانسداد، بما يؤمن المضي نحو صيغ حل في الإدارة المشتركة. وبغية تسريع وتيرة الاستحقاقات الدستورية المرحلة منذ مدة طويلة، أكد الإطار التنسيقي في اجتماعه يوم أمس الاثنين
أنه متمسك بمرشحي محمد الشيع السوداني الذي اجتمع هو الآخر اليوم الثلاثاء مع عدد كبير من النواب داخل المجلس النيابي للتعريف ببرنامجه الحكومي، فكل ما ذكر يدفع بمؤشرات البوادر الإيجابية في حال حالة المشهد والتقدم خطوة نحو الأمام. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الدكتور طالب محمد كريم الباحث والأكاديمي. حياك الله دكتور طالب، حياك الله حضرتك. وكذلك أرحب بالأستاذ وائل الركابي عضو ائتلاف دولة القانون. حياك الله أستاذ وائل ضيفا كريما. حياك الله، يا أهلا. حياكم الله دكتور طالب. دمع حضرتك لما نتحدث عن المشهد اللي ربما راح يرفع صفة الثبات والسكون عن الحراك السياسي، لقاء الحنانة كيف تنظر إليه مع هذه الابتسامة طبعا؟ مصطلحاتك فلسفية عميقة حبيبي. سعيد طبعا يحفظك وتحياتي لضيفك الكريم أستاذ وائل وكذلك مشاهدي برنامجك الموقر. يعني أولا إحنا طبعا اليوم خلينا نحكي شيء بالعراقية، دام إحنا كأنه تعودنا وتآلفنا حساب السيادي على أنه يكون هناك حالة خدر، يعني مو هذا الزخم القوي اللي كنا نتوقعه، خصوصا بعد اعلان النتائج وبعد انه هناك برنامج حكومي ومتغيرات اللي طرأت على الساحه العراقيه، وبالتالي لابد ان يكون هناك تفاعل، وهناك يفترض ان اكو مشاريع استراتيجيه سواء كانت للداخل المحلي او للخارج. اليوم طبعا الاحزاب السياسيه اثبتت كسلها، كسوله خامله مسترخيه، دائما انه تنطي مواعيد بعد عيد الفطر، بعد عيد الأضحى، بعد الأربعينية، وماذا بعد بعد. بالتالي ليس هناك أي مشروع. طيب هي من مصلحتها أن تمضي بهذه الاستحقاقات، ولكن هل هي المماطلة أم أن هنالك؟ لا، مو مماطلة أصلا في الدوائر. مو مماطلة، وإنما طبيعة المرحلة اليوم غير منسجمة مع ما يطرحه الفاعل السياسي العراقي، ولذلك يفترض أن يكون البحث عن عوامل جديدة حتى في سبيل أنه نقدر نخترق هذا الحاجز. الحكومة أيضا مرتاحة ومسترخية، الوزارة الطبيعية هي بعيدة عن مجلس النواب، ماكو مراقبة، ماكو متابعة، رواتب مال الموظفين ماشية، والأمور هي هي، وبالتالي خلي الكل يمكن تركي الموضوع على وهكذا، هذا مرفوض ولم يمكن القبول عنه. بالتالي نعم، ربما هناك حوار لعقد جلسة حوار، هذا الحوار طبعا تكون طاولة مستديرة تحضرها كل الكتل، ومن أهم هذه الكتل هي الكتل الصدرية. لكن أعتقد لحد هذه اللحظة أنه طبعا الطرف أو الكتلة الصدرية لا أعتقد هناك أي شيء رسمي أنه يقبل بعقد أو دخول إلى لماذا؟ لأن كما تكلمنا سابقا لم يتلمس حسب قراءتهم أي متغير بما ينسجم مع مشروعه اللي طرحه، حتى في سبيل أن يستعين طبعا بهذه الأمور ويخرج إلى الرأي العام، إلى جمهوره. طيب. إلى الشعب العراقي. طيب. يعني في هذه الجزئية لم أستاذ وائل جت رحب بحضرتك، لما يكون التيار الصدري لم يتلمس أي تغيير بمطالبه في هذه الحالة، هل نتحدث عن مبادرات ونتحدث عن لجنة ثلاثية تود أن يكون هنالك اجتماع أو قمة رباعية لعرض ما تم التوصل إليه من محددات تفرضها هاي المرحلة؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك أستاذ أحمد وللأخ العزيز ضيفك الكريم دكتور طالب ومشاهديكم الكرام. يعني حقيقة الواقع اليوم السياسي على الأرض يؤكد على أن هناك ثمة توافقات وتقارب في وجهات النظر، أو على الأقل هناك قناعة تامة لدى كل الأطراف، سواء التيار الصدري الذي انسحب من العملية السياسية ولم يعد يفترض
بالواقع الحقيقي لم يعد معنيا يفترض فيما يدور من توافقات سياسية، لكن الأطراف الأخرى والقوى السياسية الأخرى سواء كانت على صعيد الإطار الشيعي أو حليفيه على الأقل اللذان كانا ضمن التحالف الثلاثي إنقاذ وطن، يسيران ضمن أو الجميع يسير ضمن عدم الرغبة في إقصاء وإبعاد التيار الصدري عما يجري ويدور من توافقات وتفاهمات كثيرة وصلت إلى درجة نستطيع أن يعني نحدد هذا التفاهم من خلال خفة التغريدات والتصعيد على مستوى إعلام. يعني هل هو استشعار لو أكو يعني في الغرف السياسية ولم يرشح للإعلام أن هنالك مسارات للحوار تكاد تكون في محدودية أو مغلقة على أتصور معين. نعم أتصور هناك مسارات الآن وصلت إلى درجات وإلى حدود كبيرة جدا في التوافقات والتفاهمات، لكن لا يرغب في الإعلان عنها خشية من بعض المتغيرات، أو أن تعرف في عالم السياسة لا يوجد شيء يعني مطلق تستطيع أن تبني عليه موقف لمدة يوم أو يومين. لذا وهذا طبعا من ناحية، ومن ناحية أخرى اختلاف الأطراف المتوافقة يعني كديمقراطي كردستاني وكإطار وتيار ثلاثة، لأنه السيادة انتهى موضوعها الآن، يعني هو حقق ما يريد من خلال رئاسة البرلمان. المشكلة اليوم الطرف الكردي لا يريد أن يفقد حليفه السابق ولا يريد أن يغضب أخيه الاتحاد الوطني، والإطار لا يريد أن يستفز التيار وكذلك التيار لا يريد أن يستفز الإطار خشية أن يتم توافقات كثيرة قد تؤدي أو تجعل التيار يتجه إلى المعارضة في الشارع أو إعادة سيناريو إثارة الشارع. لذلك الجميع يسير بخطى هادئة وحذرة، لكن المعلومات تؤكد على ثمة تقارب في وجهات النظر. طيب. سيعلن عنها قريبا. طيب. لربما من خلال ما يتم تشريبه يعني ليس مؤكد لحد هذه اللحظة، وهي اللجنة الثلاثية أو اللقاء المرتقب في الحنانة، أو حتى إيصال كل هذه التفاهمات إلى السيد مقتدى الصدر وإلى التيار الصدر. طيب يعني هذه التقاربات دكتور طالب وإن كانت غير معلنة لربما راح تطلع في اللقاء، ولكن أيضا هنالك رسائل بدأت تطلق إلى الجمهور المتابع المترقب، يعني وهنا أنا أيضا راح أرجع لك الفلسفة السيميائية وغيرها، الجسور عندما تكون فيها بوابات حديدية وبعدين خلي نرفع الجسور، الفرضيات اللي تمارس في جانبي الكرخ والرصافة عفوا بالرصافة بدون علم تنقطع الجسور، بعدين اليوم يكون هنالك تنويه بأنه بعد الـ 12 راح تكون أكو ممارسات لعمليات عسكرية أو فرضيات معينة، هذا ما نعتبر أنه هذه رسائل الجمهور تطمين أم شحن أم شلون تفسر؟ لا طبعا أنا كمواطن كمواطن أنا أعتقد هذا تصعيد وهذا طبعا تهيج مو صحيح. يفترض أن تكون هناك رسائل حكومة تعمل رسائل تهدئة منين نشوفها؟ نشوف أكو استقرار، استقرار من الأمني اللي موجود، حضور أمني مو حضور بمعنى الحضور الأمني المكثف، إحنا مو في معسكر، تعرف هاي قضايا من عسكرية وأمنية مو مجال نتكلم بها، لكن أعتقد المواطن اليوم من يمشي ويشوف أكو معادلة تحقق نوع من الأمن من العلاقة يعترف قلق أبواب، وهذا دليل على أنه الحكومة مرتبكة. يعني هسا أنا ما أريد أقول يعني هو جس نواب المنجس هو شعبك وأنت تعرفه وأكو مقررات وعندك أنت المفروض أقسام هي معنية بعلم النفس الاجتماعي كنت تقدم لك تقارير يومية حتى تريد تقول لك إياها، مو في شيء صعب. أما تخلي أنت هذا رسالة، رسالة من للداخل والخارج، أنت عندك بعثات دبلوماسية كثيرة اليوم تقدم تقارير يومية. طيب. هل تريد تنطي رسالة على أنه نحن مقبلون على أيضا نفق أما للداخل هل هناك رسالة على الخضراء وعدم دخول الخضراء؟ هذا النفق شو إحنا كله بس نحكي نفق مجهول نفق مجهول ونفق مجهول، ما تقول لي هذا النفق ما له نهاية يعني هيك أزلي أبدي سرمدي، خلي كل المصطلحات نقولها إلى متى؟ وبالتالي يعني اليوم إحنا نتكلم نقول يابا إحنا نريد انفراجة سياسية، هو المشكلة وين؟ المشكلة بالمجتمع، المشكلة بالسياسي، سياسي يمتلك الدولة ويمتلك مؤسسات الدولة،
ما انت عندك مشروع وعندك برنامج والشعب يفترض انه عندك اليه ديمقراطيه ينتخبك. فشلت فشلت، اخفقت بنسب معينه، نجحت، هذه كلها تقييمات سياسيه، بالتالي يفترض ان تكون مصلحه الدوله ومصلحه الشعب العراقي هي الاولى. هذا ولكن للاسف الشديد طبعا بنسب متفاوته، ان اتكلم مو بالمطلق، اجد يعني حتى انطباع عند الجماهير العراقيه يبدو ان هذه ليست اولويه. اليوم طبعا عندك قضيه اخرى، عندك اليوم مثلا السياده وعندك الديمقراطيه. طيب ايضا خطاب غير واضح، بيانات غير واضحه، رجل هنا رجل هنا، مره نشوف مثلا هم لا زالوا هم لحد الان مثلا هم العامل المشترك السعي للتحالفات يعني والسعي لايهما يحقق ربحا بالسلطه. هذا السؤال كلش مهم. نعم اذا كان يعني انت حاله توفيقيه هذا شيء جيد جدا، اما انا اليوم اشوف اقرا القوه وين توجهت واتوجه معها بعدين اخشى تبعاته وارجع مؤخرا. يعني اليوم عندك مجلس النواب، مجلس النواب وينه؟ ما عندك اي فاعليه له. طيب النواب اللي صعدوا بدلاء شنو يعني شنو القيمه المضافه اذا انت اساسا ما عندك اي قرار؟ نعم اكو ربما بعض التوجيهات حتى هاي نفس تشبه الجسور، انه تجي تعليمات لمجلس النواب حتى انه اكو عقد جلسه، اساسا ما تعرف عقد جلسه شنو؟ هل هي تشاوريه؟ هل هي مثلا مراجعه قوانين معينه؟ تهي. لكنه رئيس مجلس النواب اليوم، مجلس النواب غير قادر على ان يعين موظف درجه عاشره في مجلس النواب اذا لم يرجع الكتله الصدريه، يخشون ذلك. بالتالي يعني بمعنى انه الكتله الصدريه رغم انسحاب مجلس النواب تمتلك القوه السياسيه وتمتلك قوه واضحه جدا. اذا اليوم امام مشكله، انت تريد تتوافق، ما هم من البدايه يقولون نحن ضد التوافق، هم راضين عمليه التوافق، معقوله انت كل هذه الخطوات خلال 11 شهر يرجعون على التوافق؟ انت طيب. اتكلم منطق سياسي، ما هذا ممكن. المنطق السياسي خلال اذا لابد ان يطرح بديلا، هذا البديل ان يكون بمستوى المرحله. طيب هل هنالك بدائل ترتقي الى مستوى المرحله استاذ وائل وفق ما تفضل به الدكتور طالب محمد كريم؟ وهل ان مضي الاطار مع حلفاء الجدد بتقديم قائمة المرشحين، تمسك بتكليف سيد محمد الشياع السوداني، هذه المسارات كيف ستلقى صداها في مقبل الأيام؟ سيد الكريم يعني اليوم لم يقف أمام الجميع، لم يعني يكن أمامهم إلا الدخول بحوارات وتفاهمات تخرجهم من الواقع الحالي الذي يعيشوه، وإلا من غير المعقول بلد فيه الحكومة حكومة تصريف أعمال ولديها فائض مالي كبير على الأقل ما تم تحديده بإقرار قانون الأمن الغذائي، أمام غياب جهة تشريعية لا تستطيع أن تراقب أداء الحكومة المتخبط لحد هذه اللحظة والذي عليه كثير من الإشكالات والمؤشرات، مع طبعا مراعاة طموح رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى الضغط لكي يدخل ويقحم نفسه كراغب في ولاية ثانية معتمدا على الأطراف السياسية المنسحبة وخاصة التيار الصدري وبعض من المجاميع التي تتعاطى معه كهيئات استشارية أو كمجاميع أخرى. أمام هذا الواقع يعني إلى متى يبقى البلد في ظل هذه الأوضاع؟ لذلك أتصور أنه الأخوة في الديمقراطي والسيادة اللي هم حليفين رئيسيين للتيار الصدري لإنقاذ وطن أو التحالف الثلاثي، بعد التغريدة الأخيرة لسماحة السيد مقتدى الصدر الذي طلب منهما إما الانسحاب من البرلمان أو البقاء على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في رئاسة هذه الفترة لتحديد انتخابات مبكرة، هنا اتضح الموقف الكردي والسيادة بشكل جلي وواضح بأنهما رفضا الانسحاب من البرلمان. طيب. وكذلك رفض وجود وتجديد هذه الحكومة من خلال تصريحات بعض النواب في الحزب الديمقراطي الذي قال أحدهم من لا يستطيع أن يحمل خضراء كيف نأتمن عليه في حماية صناديق الاقتراع؟ فبالتالي هذا التوجه جعل طبعا بالإضافة إلى ذلك قرار المحكمة الاتحادية الذي رفض حل رد دعوى حل البرلمان من قبلها الا ان يحل هو بنفسه. هذه العوامل جعلت من الاطراف السياسيه تعي مدى خطوره بقاء الوضع كما هو عليه. طيب. لذلك اتجهت الى التفاهمات
أكاد أن أقول أنهم وصلوا أكثر من 75 إلى 80% من التفاهمات. طيب. لكن الأشياء الفرعية راح تكون هذه التفاهمات هي الحاكمة لو نرجع للمسارات الدستورية وخلاص تعقد الجلسة. بالضرورة أن تكون المسارات الدستورية، لكن أنت بلد يعني الدستور فرض عليك حكومة توافقية. نعم. ماكو شيء اسمه بالدستور العراقي أغلبية أبدا، لا وجود لهذه طيب. لهذا المصطلح كمكون سياسي فقط، ولا للواقع الحقيقي لو كان الأغلبية معمول بنص الدستور. نعم. لكان طيب. الشيعة حصلوا على الرئاسات أجمعها طيب. لكن التوافق هو لابد أن يسبقه حوار، بما أن الكتلة الصدرية هي طيب. كتلة فائزة في الانتخابات وانسحبت وصاحبة تأثير جماهيري. نعم. لابد أن يتم التحاور معهم بشكل واضح. طيب. دكتور طالب، يعني سبب التأخير ربما هو بين التوافق والأغلبية، ولو ذهبنا إلى مسارات سياسية في ورق سياسية وأيضا مسارات دستورية. نعم. جلسة برلمان الكردستاني راح يقدم مرشح، راح يتم نعم. تكليف نعم. رئيس للوزراء، هذه المسارات هل ستسير على ما يرام؟ سؤال جيد. طبعا أولا طبعا كلنا يعني مع أنه يفترض أن كل المسائل العالقة تحل من خلال الدستور العراقي نعم. شرعا. لا نقبل غير ذلك، بالتالي حتى نحافظ على نظامنا السياسي الديمقراطي. نعم. لكن اليوم هسه الإطار يريد يحسم الموضوع كيف. حتى يريد مثلا فرضية نعم. يريد يحسم، وفعلا أكو رغبة يحسم ويدخل إلى مجلس النواب. أولا يفترض أن يكون عقد جلسة، من يعقد الجلسة ينطي عقد رئيس مجلس النواب نعم. لا أعتقد سيعطي ذلك، تالي لأنه متحالف طبعا، عنده حلفاء، عنده ديمقراطي، وعنده إذا لم يكن هناك اتفاق ما ممكن. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، يبدو الثلث المعطل تغير اليوم مواقعها، من كانت في الإطار ثلث معطل اليوم لا تصبح الكتلة الأكثر عددا ثلث المعطل، صار عندنا يا احنا وين صار عندنا، يفترض أنه ديمقراطي وسيادة أنه يدخلون بتحالف واضح جدا، ولذلك أشوف العملية كلش تصير طبعا معقدة وتتصعب. إذا شو يكون الحل؟ هل يذهب الإطار؟ ما يقدر. ليش؟ لأنه راح أيضا راح يصير عنده إعاقات دستورية. هل أيضا نذهب إلى حل مجلس النواب؟ ما ينحل مجلس النواب، ما ممكن أن يحل على هذه الصيغة. حتى بالمناسبة حتى المحكمة عندما ردت الطعون الانتخابات اللي عندما الإطار قدم الطعون وردته، أنه أيضا وصلت أنه يفترض أن يكون هناك تعديل واحدة من عدن طبعا، أنه العدل اليدوي يعاد كما كان. بالتالي إذا لازم انتخابات قانون انتخابات 2020 أن يتم من اللي يعادله. إذا إحنا أمام مشكلة. المشكلة مو إحنا لما نقول هل لها حال، ما هم أكو مقاسات وأكو قياس، يعني كل طرف تروح تريد تنطي حلول ما تتراهم مع المقاسات اللي هو موجوده، اللي هو متمسك بكل المواقف اللي هو يريدها. بالتالي شلون اذا بمعنى انه نلتجئ الى الشارع، نلتجئ الى الاغلبيه اللي سميناها صامته 60 الى 70%، ما هذا الموضوع، ننتظر مجهول معين، ننتظر، بالتالي لا يمكن ان يبقى الموضوع كما هو عليه. انا اعتقد ستظهر عوامل جديده بالموضوع، ولربما نتامل انه تكون هنالك مسارات سياسيه تنهي النهايه الازمه. اشكرك طبعاً. شكرا جزيلا دكتور طالب محمد كريم، الباحث الاكاديمي اثريت الحوار، وشكر كثير لحضرتك الاستاذ وائل الركابي عضو ائتلاف دوله القانون، شكرا جزيلا الله. لحضرك معنا في الاستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الاحبه، في امان الله.